أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط مدى فترة تنفيذ البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى عام 2025، وخلال عقدها لقاء مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال مشاركتها في اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين بالبرازيل، بحثت المشاط تطورات تنفيذ البرنامج القطري، ومؤكدة أن هناك متابعة دورية لاستكمال مختلف المشروعات والبرامج المتفق عليها لدفع الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، كما أن هناك تواصلا مستمرا مع الجهات الوطنية المعنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة في التقرير الاقتصادي الأول لمصر الذي تم إعداده في إطار البرنامج.